هذا البرنامج برعاية أمودو تي في. هي أنت تعال هنا. أنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. هل أنت من متابعي قناتي؟ هل تعلم؟ طبعا. سأحدثك اليوم عن 10 حيل ستفيدك في حياتك. ممتاز، اسمعني إذن. هل تعاني من الصداع وترغب في علاج طبيعي بعيدا عن تناول الأسبرين؟ تناول إذن بعضا من اللوز، فقد كشفت أبحاث علمية أن تناول 10 إلى 12 من حبات اللوز تعادل مفعول حبة أسبرين، حيث إن اللوز يحتوي على مادة السيلايسيلايتس، وهي المادة الفعالة ضمن مكونات دواء الأسبرين. ممتاز. شيء آخر، هل وقعت بقع الحبر على ملابسك؟ بعض الأحيان. إذا فعلت ذلك، قم برش بعضا من رذاذ الشعر على البقع وسوف تزول في الحال. شيء آخر، هل تعرضت للسع البعوض وتخشى من التهاب اللسع؟ بعوض؟ قم بتمرير علبة الصمغ جلو ستيك على مكان اللسع وسوف يزول الالتهاب في غضون دقائق. ممتاز. هل التصقت العلكة بأسفل حذائك؟ بعض الأحيان. إذن قم برشها بمادة الحماية من الرطوبة WD40. يا سلام. وماذا تفعل لو أردت التخلص من الحازوقة أو الفواق؟ لا أدري والله. ما عليك إلا أن تحبس أنفاسك وتبلع ريقك 3 مرات وستزول سريعا. يا سلام. هل لديك نمل في الدار؟ نمل؟ وهل تريد التخلص منه دون استخدام أي من المنتجات السامة؟ نعم نعم. يمكن لمعطر الهواء فيبريز قتل النمل بمجرد ملامسته. سأقتله كله. لكن أرجوك لا تقتل النمل، فهو مسالم. ما هذا القميص الذي تحمله؟ إنه مليء بالتجعدات. أليس لديك مكواة الثياب؟ ليس لدي. لا عليك لا عليك، ضع القميص فقط في المجفف مع بعض من مكعبات الثلج لمدة 5 دقائق وشاهد النتيجة. سأجرب. نعم. هل تسبب لك ذبابة الفاكهة مشكلة؟ نعم. إذن ضع بعض الفاكهة في كأس وقم بتغليفه بالبلاستيك مع إبقاء بعض الفتحات من الأعلى وشاهد المشكلة تختفي. سأجرب. وماذا عن مرحاضك؟ مرحاضي؟ هل تعاني من انسداده؟ نعم. ولا يوجد لديك مكبس لفتحه؟ ماذا سأفعل؟ إذن قم بسك ببعض المياه الحارة مع الملح في المرحاض وستحل المشكلة في غضون دقائق. وماذا لو علقت في زحمة المرور؟ ماذا سأفعل إذن؟ ما عليك إلا أن تتابع الممرات التي تذهب إليها سيارات النقل الكبيرة، فلدى السائقين أجهزة إرسال لاسلكي يستخدمونها لإخبار بعضهم عن الممرات الأقل ازدحاما. لماذا تضحك؟ أنا ليست لدي سيارة أصلاً. في عالم تحفه المغامرة تختبئ أمور ساحرة ورائعة تمنح عرضا مبهرا لا مثيل له وأحاسيس غاية في الإثارة، مشاهد متنوعة تقطع الأنفاس، محيط لا متناهي من المعرفة. كل هذا في السلسلة الوثائقية العالمية أمود. لمتابعتنا على اليوتيوب وتويتر والفيسبوك ولمراسلتنا إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟